بتبروزونا احنا وبتشجعونا اكتر منهم؟ اكيد، ما احنا مختلفين كتير. يعني اللي بالنسبة لنا لعبة خطرة هي لعبته، والثلاثية اللي بنجيبها مرة في العمر بيجيبوها 20 مرة كل ماتش، التلاتة 5-2 والاربعة 2-3-1 لو بالنسبة لنا خطط بنمشي عليها، بالنسبة لهم ارقام حواجز بينطوا من فوقيها. الرفعة بالنسبة لنا اوفر، وبالنسبة لهم بنش، والبنش بالنسبة لنا دك، الباك بالنسبة لنا مركز وبالنسبة لهم رقم قياسي. ولو بيفرق ماتشنا بنلعبه على انهي ارض، هم في ماتشهم طايرين مالهمش دعوة بالارض. ولو التصنيف بالنسبة لنا مركز مشرف، بالنسبة لهم مركز اول. فلو على اختلافاتنا دي فهي في صالحهم، انما اتفقنا دايما في صالحكم ان احنا وهم بنحاول نفرحكم. شجعوهم زي ما بتشجعونا.